قبل شهرين في رمضان قلت لنا قذيفة إلى حي الجمهوري أسفله، استشهد من استشهد فيها، وبقيت معنا الجرحى من راحة عيونهم، من فقدوا أرجلهم، وهم يعانوا الآن من هذا المرض المستمر دون أي رعاية أو اهتمام من قبل الجهات المعنية. كما عندنا شهيدة برضو اللي كانت تقوم بتوزيع الصحف المقاومة، استشهدت هي في 2015 في تاريخ 23/7 وأسعفت وتوفت يعني متأثرة في جروحها، ولم نلاقي أي اهتمام في هذه المواضيع. نحن لا نخاف من هذه القذائف المسربة علينا من قبل الظالمين هذم المتعطرسين الانقلابيين، إنما نخاف نحن من سوء المعاملة من الجهات المختصة المعنية الذي لا تقوم بدورها على دورا سواء. معي شهيد الآن، والآن عندي جريح الآن فقد عينه وهو يعاني من رجله الآن معثور يعني زي ما تقول معاق، وفي هناك أمراض ومن أصحابه في البيوت يعني يتألمون من الأوجاع لا يلاقونها اهتمام ولا علاجات ولا زيارات ولا أي شيء. نطالب الجهات المعنية هذه بأن تقيم الناس على حد سواء وأن تقوم بزيارتها وتتفقد عن كل جريح في منزله. الرسالة التي وصلها المعرض وإظهار الجرائم الحوثي وعفاش يقتل المدنيين تمام، وأشياء أيضا أرسل تعريف المجتمع الدولي والمجتمع المحلي والعربي والإنساني بما تعانيه مدينة تعز من إبادة جماعية، من إبادة جماعية والحصار الظالم على كذلك على مدينة تعز منذ 3 سنوات. هذه الرسالة الأولى، وكذلك إرسال تظهير تلك الأضرار التي حصلت للممتلكات في مدينة تعز من قبل الحوثي وعفاش من مساجد ومدارس ومستشفيات، وكذلك قتل الصحفيين أي بمعنى قتل الكلمة تملك. وهذا الشيء الذي أردت أن أوصل للمجتمع هذه الملفات، وأيضا أطالب من السلطة الحكومة الشرعية والممثلة بهذا الرئيس والسلطة المحلية وحقوق الإنسان أن ينظروا لهذه الملفات وأن مرتكبها من قام بها أن يتحمل المسؤولية في ذلك. وأيضا أرسل رسالة بتعويض المدنيين مدينة تعز، حتى الآن لم يلقوا أي اهتمام لا من الحكومة المحلية ولا من المجلس التحالف العربي ولا من السلطة الشرعية. فهذا الشيء الذي أود الرسالة أوصل الرسالة بهذه الملفات.